السابق سعد الروسان يسجل أول أهداف الدولية في ليلة أردنية، والفرحة الجميع. ولي العهد يصفق، سمو الأمير هاشم يصفق، والتحية من كل الأردن إلى هذا المنتخب. إذن 10 دقائق ربما احتجنا لمشاهدة الهدف الثالث. المجهود الكبير ليزن سعد الروسان بالواجب الهجومي وهو قلب الدفاع، يؤكد بأنه الجميع قادر على التسجيل. إذن هذه كرة، هذه المباراة هدف أردني 4-0. الحسابة بتحسب وبدأ مهرجان الأهداف الآن. 61 دقيقة، 4 أهداف ننتظر كمان وكمان. الجمهور الأردني متعطش وفرحة متواضعة. سبب الإصابة اللي تعرض لها أيضا المنتخب بمن حضر أبو حشيش إلى سعادة إلى أبو زريق مجددا. هذا الشكل الجماعي، تدوير الكرة، الاحتفاظ، إيجاد المساحات، عمل ممتاز في